الحين تمام. توكل على الله. توكل. انزين اكدوا على ناصر. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء يتم عقد مؤتمر صحفي وندشنه بعنوان البحرين مقبرة حقوق الإنسان. في هذه المرحلة التي نعتبر البحرين كسلطة أنها تتحرك من مسار تصاعدي في ارتكاب الانتهاكات إلى أنها تقبل ما يقارب من 90% من التوصيات التي تلقتها في جلسة مجلس حقوق الإنسان في أطار المراجعة الدورية الشاملة في مايو الماضي، ولكن نضطر لنقف هنا لنؤكد على محددات هذه العبارة: البحرين مقبرة حقوق الإنسان. هذه المقولة لم تكن من صنيعة الناشطين الحقوقيين، لأننا لسنا من نصنع الانتهاكات، وإنما نحن من نرصد ونشاهد ونتابع ونحاول أن نتأكد من تحقق هذه الانتهاكات. نحن لا نطلق هذه الكلمات من واقع فارغ، وإنما نطلق هذه العبارة لأنها جزء من اعتقاد المؤسسات الدولية المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين رسمية وغير رسمية، المنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. أصبح شغلها الشاغل متابعة وقائع الانتهاكات المستمرة في البحرين. السياسة الحقوقية تفرض أن تكون البحرين مقبرة لحقوق الإنسان، لأن هناك حقوق سياسية منتهكة وأيما انتهاك، وهناك حقوق مدنية منتهكة وأيما انتهاك. هناك الأمن الصحي منتهك، والأمن التعليمي منتهك، سواء كان في المدارس وفي الجامعات. الأمن الديني، هناك تقلص لحالة الحريات الدينية في مجتمعنا البحريني. الأمن المعيشي يتعرض إلى انتهاك. ما الذي يجعلنا نكرر عبارة البحرين مقبرة لحقوق الإنسان؟ لأن السلطة نزعت لاستدعاء لجنة
تقصي حقائق بعد الانتهاكات الفظيعة التي أذهلت من في الداخل ومن في الخارج بتعدد أنواع الانتهاكات، والتي فرضت على السلطة قسرا وجبرا وخيارا مرا أن تأتي بلجنة تقصي حقائق سميت باللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة السيد محمود شريف بسيوني. خرجت هذه اللجنة في 23 نوفمبر وقبلت السلطة كل ما جاء فيها من توصيات، وكان عدد التوصيات 26 توصية. أخفقت منذ اللحظة الأولى في تشكيل في الالتزام بالتوصية الأولى وهي رقم 1715، وشكلت اللجنة التي تعتبر جوهر تنفيذ التوصيات من لجنة تتكون من الحكومة ومن الجمعيات السياسية المعارضة أو الأحزاب السياسية المعارضة كما جاء في نسختها الإنجليزية ومن جمعيات المجتمع المدني. استأثرت السلطة فشكلت لجنة سميت باللجنة الوطنية. انتهت هذه اللجنة مهمتها في 30 مارس وقدمت تقريرها، لأنها مقبرة انتهاكات ولأنها مقبرة لحقوق الإنسان، تضطر السلطة أن تأتي بلجنة أخرى وهي لجنة متابعة أو جهاز متابعة تنفيذ التوصيات. وجهاز متابعة تنفيذ التوصيات شكله وزير العدل برئاسة السيدة دانا الزياني. شغلة هذا الجهاز هو فقط الإحصاء ومتابعة ما الذي حصل وما الذي لم يحصل من هذه التوصيات. خرج هذا التقرير في شهر يونيو، ووزع هذا التقرير بالمستجدات في جنيف بعد أن وصل الوزير صلاح علي عبد الرحمن إلى جنيف. وزع هذا التقرير مجددا وبإضافات، وأشار إليه في تصريح صحفي ذكر فيه عددا من الالتزامات. هنا نأتي، البحرين مقبرة لحقوق الإنسان لأننا خرجنا من انتهاكات فظيعة، دخلنا في لجنة وطنية مستقلة خرجت بتقرير فظيع اقتنع به العالم. وبالمناسبة في لجنة في جلسة مايو الماضي 15 دولة كانت تؤكد على البحرين أن تلتزم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق. هنا نأتي لنجد أن تصريح الوزير يقول أن البحرين انتهت من تنفيذ 15 توصية من أصل 26 توصية. أنا لا أفهم من أين يستقي معلوماته إذا كانت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل شهر ونصف تقريبا قالت أننا انتهينا من 18 توصية من 26 توصية. سأفهمها لو كانت قالت هي 15 وقال اليوم هو 18 بأن 3 تم تداركها وتحقيقها، بينما هي كانت تقول 18 والوزير يقول 15. في لقائنا مع الجهات الحقوقية والمراقبين يقولون نحن لا نعتبر بما تقوله السلطة من أنهم نفذوا وحققوا وتم وانتهى وأغلق. نحن نعتبر في واقع الأمر على ما يجري على الأرض، وهذا يلقي علينا ثقلا كبيرا في أن نتابع بشكل يومي ما الذي يحصل على الأرض حتى نكشف
صدقية الادعاءات بالتنفيذ وغيرها. من المؤشرات على أن الانتهاكات مستمرة وأننا لا زلنا نعيش في جو من أجواء مقابر حقوق الإنسان أن السلطة بعد أن تخرج من جلسة مجلس حقوق الإنسان بأعلى رقم من التوصيات 176 توصية لأصغر بلد موجود وبأكبر وفد رسمي بين الوفود للدول المليونية التي كانت موجودة، نأتي فيستمر اعتقال الأفراد وبوتيرة عالية. ففي شهر 6 كان إحصاؤنا ل200 معتقل، شهر 7 200 معتقل، شهر 8 192 معتقل. الاعتقالات كانت على ذات الوتيرة التي كانت عليها أيام السلام الوطنية. ملثمون، مدنيون، وعرفتم ما الذي حصل في الفترة الماضية التي تحدثنا فيها عن مداهمات المنازل، كانت فظيعة جدا، ذكرتنا بما كان يحصل في أيام السلام الوطنية. إذن هذا الذي يجعلنا أن نقول أن البحرين ليست مزرعة لحقوق الإنسان بقدر ما هي مقبرة لحقوق الإنسان. إذا جئنا ل176 توصية وانتظرت السلطة 3 شهور وأكثر حتى تقول أننا نوافق على 156 توصية، ما الذي دعاها لأن تتأخر هذا التأخر؟ هناك إشكالية موجودة في عمق السلطة، أن وزير حقوق الإنسان وهو موجود في مجلس حقوق الإنسان لا يستطيع أن يقرر أي توصية يستطيع أن يعترف أو أن يقر بالالتزام بها، لا ويعود إلى البلاد ولم يكن ذلك بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، يكون ذلك قبل ليال أو أيام في اللحظات الأخيرة. هذا يكشف عن إشكالية كبيرة. وبعد ذلك يأتي ليعطينا 17 بند يقول أنها دلائل على أن البحرين تحترم حقوق الإنسان. البحرين تابعت تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق من قبل هذا الجهاز. طيب، تابعت، نحن نتابع والعالم يتابع. قبلت ب143 توصية وتحفظت وقبلت قبولا جزئيا ل13 توصية وتحفظت على 20 توصية بسبب كونها مخالفة للشريعة الإسلامية ودستور مملكة البحرين وتشريعاتها الوطنية أو لا يحظى بتوافق دولي. الذي يخالف التشريعات الوطنية هو عهد صادقتم عليه وهو العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ترفضون توصية لأنها تخالف التشريع المحلي في حين أنتم وافقتم على العهد الدولي وصادقتم عليه، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، هذا العهد الآخر. هذا تلكؤ، وكل ما تحفظت دولة من الدول على أي تعهد دولي أو توصية دولية أو نصيحة دولية يستنتج الآخرون بأن هناك تعارضا بين مبناها الراقي والسلوك الداني على الأرض.
لو كانت البحرين لا يوجد فيها تعذيب لهرولت وسارعت على المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. ولو كانت البحرين جادة بالالتزام بحقوق الإنسان المدنية والصحية والتعليمية والاقتصادية والمعيشية والإنسانية والسياسية والمدنية وما إلى ذلك لصادقت على الملحق البروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وما إلى ذلك. هذا التلكؤ لا يكشف عن أن هناك إشكالية في التشريعات المحلية. إذا كان تشريعنا المحلي أرقى من هذه العهود الدولية بالتأكيد ستكون مثالا راقيا للدول في العالم وسيحتذون بنظامنا التشريعي أو بمخرجات نظامنا التشريعي. أنتم تتحفظون لأنكم تشعرون بالتهمة في حين التزامكم بالتعهد بتلك المعاهدات الدولية. إحالة جميع القضايا المتعلقة بأحداث البحرين خلال شهري فبراير ومارس من محاكم السلام الوطنية إلى المحاكم المدنية. هذا الجديد والقديم. يعني نجد أن هناك حشوا في عملية إبراز الحركة الرسمية لاستعدادات جلسة جنيف، إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير لجميع المتهمين، ولكن لازلنا نجد أفراد يحاسبون على حرية التعبير. إذن أنتم تقولون أننا نلتزم بتوصيات لجنة تقصي الحقائق ونلتزم وسنلتزم بتوصيات جنيف، ولكن على الأرض ليس بالنسبة لنا، بالنسبة للذين يراقبونكم، بالنسبة للذين يوصونكم، بالنسبة للذين يقيمون مواقفكم، يجدون أن نبيل رجب موجود خلف القضبان اليوم بسبب حرية التعبير والتجمع. نبيل رجب لم يمارس عنفا. زينب الخواجة نفس العملية، عبد الهادي الخواجة أيضا كان معتقلا وهو حقوقي، لا يوجد دليل أن هناك ممارسة للعنف من قبل هؤلاء. إذن أين إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير؟ تتناقضون مع أنفسكم وتجعلون العالم يضحك عليكم. إنشاء وحدة خاصة بالتحقيق بشكاوى التعذيب، هذه الوحدة تعمل ونجد لها بين في كل أسبوع تصريح أو تصريحين. الذين تعرضوا للتعذيب كل من تم اعتقاله، بينما هم يعطون أعدادا 118 قضية، وبالمناسبة لا يذكر فيها أسماء لأفراد تمت إدانتهم إذا كانوا من الأجهزة الأمنية. تنشط الجهات الرسمية في هذه التصريحات لتستقطب آراء أو نظرة العالم أنه حصل محاسبة منتسبي الأمن وبينهم 7 ضباط. هذا الكلام يأتي حتى يمكن تداوله لأنه طازج قيل مؤخرا، فإذا قال أحد شيئا استطيع أن أرمي أمامه البيان وأقول هكذا صدر اليوم. ولكن ننتهي من جنيف ونعود لنبدأ دوامة أخرى وحلقة أخرى من الانتهاكات كما حصل منذ 16 مارس إلى أن جاءت لجنة تقصي الحقائق. وفي وجود لجنة تقصي الحقائق كان الناس يقتلون ويعذبون ويعتقلون ويقالون من أعمالهم ويحرمون من العلاج ولا يوجد لهم طبيب شرعي يكشف حقيقة ما حصل بهم في حال القتل خرجت لجنة تقصي الحقائق. وبعد ذلك ذهبنا إلى جنيف وعدنا من جنيف ونستعد أن نملأ الصفحات الباقية من استمرار مشهد البحرين مقبرة
حقوق الإنسان. كم من القوانين والمراسيم والأوامر الملكية ومشاريع القوانين العالم ما يضحك، يعني ما ينظر إلى أن صدر مرسوم رقم 59 بتعيين أمين عام للتظلمات في وزارة الداخلية. الجمعيات الحقوقية في كل يوم تستقبل شكاوى المنتهكة حقوقه. الأمين العام متى بيشتغل؟ متى بيلتقي بهؤلاء الناس؟ منذ أن صدرت توصية في 23 نوفمبر إلى الآن نحن نسمع أنه سيكون ويكون ويكون. صدر هذا الأمر رقم 9 رقم 59، وصدر أيضا قرار رقم 50 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. هذه من ضمن إنجازات الدولة لحقوق الإنسان، أن هناك لجنة عليا مشكلة من وزراء، وزير الصحة، وزير التربية، وماش وزير الصحة، لأن ما أبغى أقول ليش ما خلى وزير الصحة، وزراء مع وزير حقوق الإنسان حتى يقدرون يبرزون ويجهزون ويناقشون وش اللي موجود من التوصيات. يستنتج أي إنسان إذا عاد لهذه اللجنة التنسيقية وقرأ الأسماء جيدا سيصل إلى استنتاج بديهي جدا. عليكم أن تستنتجوا. اذهبوا لقرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. صدور المرسوم رقم 66 بتنظيم وزارة شؤون حقوق الإنسان. هذا راح تقولون للعالم أن هذا سويناه كاستجابة لتوصياتكم. صدور أمر ملكي بتعديل أحكام إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي كان يقال عنها أنها مطابقة لمبادئ باريس. الآن صدرت تعديلات جوهرية، إذن تطابق مبادئ شنو الآن؟ تطابق مبادئ الجنان، العالم الافتراضي. ولا زالت هذه المؤسسة لم تصل إلى أدنى مستوى من حد اشتراطات مبادئ باريس. تعريف جريمة التعذيب، مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر والتي قامت بها وزارة العدل، وفرضت حلا على عوائل الضحايا فرضا رغما عنهم، مخالفة بذلك نصيحة اللجنة التي جيء بها من قبل اللجنة الوطنية برئاسة السيد علي صالح الصالح، وأوصتهم بأن التعويضات يجب أن يكون الضحايا أنفسهم أو أهلهم ممن يتابع شأنهم لو كانوا قتلى شهداء ما إلى ذلك أن يكونوا جزءا من هذه اللجنة حتى يتم إبراز العدالة في التعويض. لم يلقى أحدا، لم يدعى أحد، وإنما فرض عليهم فرضا في أن يستلموا 60,000 دينار لأبنائهم أو لضحاياهم. الأهالي يقولون لم نشرك، لا نعرف، ولم نعرف إلى حد الآن العدد الحقيقي. هم يقولون 17 عائلة. مشروع قانون الإعلام، جهود مكافحة الاتجار بالبشر فول ستوب، بس عشان نخليها في القائمة يعني، بعد لا تقولون ما قاعدين شو اسمه. إصدار قانون العمل، إصدار قانون العمل وش دخل في التوصيات؟ إصدار قانون العمل وروح شوف المعاناة التي يعانيها العاملون، وبالخصوص في وزارة الصحة وفي وزارة التربية وفي وزارة الداخلية ممن هم من أبناء مذهب معين. إصدار قانون الطفل، وأي مصيبة هذه حتى يصدر قانون الطفل ولدينا أطفالا خلف القضبان؟ بأي تهم وتحت أي ظروف؟ وما الذي يخسروه بوجودهم هناك؟
وما الذي لم تفعله السلطة حتى وضعتهم خلف القضبان، بل واضطرت أن تخصص لهم عنبرا خاصا في سجن الحوض الجاف. إحصائيتنا أن السجناء الأطفال ممن هم دون 18 أكثر من 85، مؤخرا تم إطلاق ما يقارب من 28 طفلا بحسب إحصاءاتنا ومراجعاتنا للأهالي، بقي ما يقارب أكثر من 50-55 طفل هنا وهناك. قانون الطفل، ولهذا أعود لأقول أن القول بأننا فعلنا وفعلنا وفعلنا لن يخرجنا عن كوننا مقبرة لحقوق الإنسان بقدر ما نرى ذلك على الأرض، لأن التصريحات الصادرة ممكن أن تسوق بأجمل الكلمات وبأرحب الوجوه وبأفضل الأوقات واللقاءات، ولكن على الأرض نحن نتابع في كل يوم انتهاكات للأفراد. كنا نسمع أيام السلامة الوطنية عن الإهانات التي تقدم للأفراد في نقاط التفتيش وفي مراكز التحقيق وما إلى ذلك. لا زال التعذيب مستمرا. المجموعة التي تم اعتقالها بشأن 5 طن المتفجرات التي لها وقع يطن في مسامع الإعلاميين إذا قيل 5 طن، هؤلاء يتعرضون للتعذيب ربما في خارج مراكز التحقيق الرسمية، لأن السلطات الأمنية بدرجة من الذكاء تفتح لها دكاكين تعذيب فتحاول أن تمارس التعذيب هناك حتى لا يقال كان التعذيب هنا أو هناك. التحدي أمامنا بالأرقام التي قالتها السلطة بأنها 17 خطوة ذكرها وزير صلاح علي وقدمها للعالم في جنيف ليقول بأننا التزمنا بإقرار هذا الأمر الملكي وهذا المشروع بقانون وهذا القرار الوزاري وما إلى ذلك. نجد أن الاعتقالات بعد عودتنا من جنيف أحصيناها ربما هي أكثر، 717 حالة اعتقال، وفي أغلب حالات الاعتقال لا يوجد أمرا بالاعتقال ولا يوجد أمرا بالتفتيش يبرز للشخص المتهم أو المقبوض عليه. سيأتي التفاصيل. بعد العودة من جنيف عندنا حالات قتل الشهيد حسام الحداد، فإذا القتل خارج أطار القانون لم يتوقف. حالات الجرح الجروح والإصابات التي أصابت المتظاهرين بلغ عددها 343 حالة رصدناها، 80 حالة كانت منها برصاص الشوزن لأنه واسع الانتشار، 45 حالة كانت طلق مباشر بمقذوف مسيل الدموع، استخدام الغاز المسيل في المناطق، وهذا مستقى من تقرير Physician for Human Rights، أطباء من أجل حقوق الإنسان الذي صدر، وهو تقرير جدير أنا أعتقد ليس جديرا بأن يقرأه أحدا غير سلطة البحرين. على سلطة البحرين أن تقرأ هذا التقرير وتجد ما هي الإشكالات التي أوردها هذا التقرير. بالتأكيد سيتحسن حال سلطة البحرين لأنه وكأنما وصفة حقوقية راقية، إذا كانوا يريدون أن يطوروا من حقوق من مستوى حقوق الإنسان عليهم أن يقرأوا هذا التقرير لأن التقرير فيه حقائق.
عندنا 134 حالة تعذيب في أماكن غير رسمية، ومنهم أطفال. جلسنا مع أطفال يؤخذون إلى مركز الشباب بالقرب من جيان ومركز المعارض، أو إلى مركز الخيالة، أو إلى بلدية الكرزكان، أو إلى الخيمة التي خلف مركز المعارض وهي في باحة مواقف سيارات مركز المعارض. حالات التعذيب مستمرة. إذا كانت السلطات الأمنية تنزعج أن تسمع هذا الكلام لتفتح الباب على مصراعيه لأبناء هذا الشعب حتى تسمع ذلك بأذنها ومن خلال ألسنتهم بدون طرف مباشر، ولتؤمن الشاكين من الانتقام والعقاب، ولتدلل على أنها لا تساعد أحدا على الإفلات من العقاب، حينها لن يكون لنا دورا هنا، لأن الناس سيتوجهون إلى الجهات الرسمية وسيقولون بشكل مباشر ما الذي يتعرضون له. السرقات 85 حالة سرقة من البيوت بعد العودة من جنيف. فاستعد يا سلطة البحرين، يا حكومة البحرين، يا وزير حقوق الإنسان، حتى تقول لهم أن 85 حالة بعد عودتنا من جنيف بتصير 45 حالة إذا عدنا هذه المرة، وإن شاء الله إذا جيناكم مرة ثانية تصير 22 حالة بالتدرج يعني. بس عليك أن تقنع العالم بأنكم جادين بالتزام بتوصيات العالم في احترام حقوق الإنسان، وأن تحولوا البحرين إلى مزرعة لحقوق الإنسان لا مقبرة لحقوق الإنسان. إتلاف الممتلكات، 93% من المنازل التي تمت مداهمتها تم تكسير مقتنياتها وحاجياتها وأثاثها. 93% من البيوت، ما يعني أنه لا يوجد هناك تطوير في سلوك المعينين أو المبعوثين لتنفيذ القانون الذي تقول به السلطة. اقبضوا على فلان ولكنه يكسر، يسرق، يشتم، يضرب، والقصص موجودة، وبعضها قالت وزارة الداخلية أنها ستحقق فيها ولم نجد أثرا لذلك. اعتقال النساء، هناك نساء في المعتقل اليوم، فخرية معتقلة، فخرية أحمد علي 60 يوم معتقلة، لا نعرف ما هي تهمتها، ولم يعرف عن حالتها الجنائية، ولا زالت معتقلة. زينب الخواجة، وإذا قارنتها هؤلاء المعتقلات وأيضا زهراء تم إطلاق سراحها قضائيا وهي موجودة في المستشفى الأمراض النفسية باعتبار أنهم يقولون أن هذا الأمر متروك للطب وليس لهم، وأعتقد أن على أهلها أن يطالبوا بأخذها للبيت لأنها امرأة سوية عاقلة وقعت تحت ضغط الملاحقات الأمنية بسبب أو بآخر. الأطفال بعد العودة من جنيف 84 حالة اعتقال، 86 حالة إصابة في الأطفال، إصابات. حرية التعبير منعنا، وبعد العودة من جنيف جمعنا كل ما تم منعنا قبل الذهاب إلى جنيف منذ شهر أكتوبر 2011 إلى الآن، أكثر من 60 فعالية سياسية، مسيرة أو اعتصام أو تجمع ممنوع. أي تنفيذ للتوصيات؟
أكثر من 900 شخص منذ بداية حالة السلام الوطني إلى الآن، هذا ما أحصيناه، وأنا متأكد أن العدد أكثر بكثير. تمت توجيه تهمة تتعلق بحرية التعبير والرأي والحضور في المسيرات السلمية. المساجد تم بناء خمسة، أو البدء في بناء 5 مساجد. التعذيب مستمر، القتل مستمر بوتيرة أقل، ولكن مؤشرات على عدم التخلص جذريا من أسباب الوقوع في هذه الانتهاكات واضحة. أنه لا يوجد هناك مؤشرات، لأن الحالة التي تعرض لها السيد هادي علوي شبر من كرانة كانت فظيعة، حيث أنه أطلق عليه من مسافة قصيرة وتم أخذ ما دخل في جسمه، وهو لا زال يعاني، وقد أزيلت كليته ولا زال يعاني في المستشفى وتحت التخدير. هذه عملية قتل عمد، فالقتل مستمر، التعذيب مستمر، المضايقات في الأعمال مستمرة، الحرمان من العلاج مستمر، لأن أعداد هائلة من الذين يقعون بسبب إصابات قوات الأمن لا يستطيعون الذهاب خشية من الاعتقال. أعود أخيرا لأقول بأن 156-176 توصية تعتبر التحدي الأكبر لسلطة البحرين في أنها قبلت 156 من 176، في حين أنها فشلت في تنفيذ توصيات 2008 إلى 2012، 4 سنوات فشلت في التزامها بثمان توصيات، وكان الوقت واسعا وكافيا وهي لم تنفذ التوصيات. 8 توصيات وفي جلها إجراءات تشريعية. الآن 156 توصية، وعلى هذه العجالة تقر وتقول أنها ستنفذها، واستثنت 20 توصية، وأنا أعتقد أن 20 توصية التي سنعرف في الأيام القابلة التي رفضت الالتزام بها أو قبولها أو تحفظت عليها للأسباب التي ذكرت، جميعها توصيات جوهرية، لأننا لا نجد هناك جدية في بلد تقبر فيه حقوق الإنسان أن يقبل بما يوفر لأجواء حقوق الإنسان أن تكون أجواء جذابة. شكرا لكم. بالنسبة إلى يعني حجم الوفد البحريني، هو يعتبر الأكبر على الإطلاق بين الوفود، في المقابل البحرين هي الأصغر على الإطلاق بين الدول، يبين حجم الخلل الكبير الذي تعاني منه البحرين في ملف حقوق الإنسان. المنظمات الحقوقية غالبا ما تكون محل اتهام رسمي بأنها مضللة،
وأنها تأخذ من طرف واحد. القول الأول أنها مضللة فهي لا تعمل عند البحرين ولا تعمل عند أمريكا ولا تعمل عند بريطانيا ولا تعمل في أي دولة، هذه منظمات حقوقية غير حكومية، وهي خبيرة في يعني دراسة وكشف والتعرف على حقيقة الأخبار التي تصلها، لأنها عندها مصادر يمكن أن تتأكد منها أو لا، يعني تتأكد من صحتها أو عدم صحتها. الكم الهائل الذي يصل هذه المنظمات تجدون منه بيانا يصدر بين الحين والآخر ويستجهد بقصة أو قصتين، لا يذكر كل هذه القضايا، ما يعني أنه يعتمد في كل المعلومات التي تصله حتى يكون متوثبا واثقا دقيقا، ولهذا لا يفقد مصداقيته. الإشكالية الثانية التي تقوله الحكومة بأنها تعتمد على مصدر واحد، نحن نجد أن البحرين تمنع كل منظمات حقوق الإنسان من المجيء، وإذا سمحت لها فهي تضع لها شروطا تعيق من إمكانها للتعرف على الحقيقة. إذا قلتم أن المنظمة تأتي من يوم الأحد إلى يوم الخميس 120 ساعة فقط، كيف تستطيع هذه المنظمة الوقوف على حقيقة الأمر؟ لو لم يكن حقيقة الأمر ضدكم وكان في صالحكم لبنيتم لهم ذللا وفتحتم لهم الآفاق، تمنعونهم من الحضور لكي لا يكشفوا هذه الانتهاكات. فكبر الوفد هو من أجل إمكان تصليح الخطأ، لأن إذا احترق فيه الصغير يجيبون له كهربائي صغير صلحه، بس إذا محطة كهرباء محترقة لازم يجيبون له مهندسين كبار. وبالمناسبة البحرين هي البلد الوحيد اللي يذهب فيها وزيرين، لأنها تهتم بحقوق الإنسان. السبب الثاني، توقعاتنا بأن ما الذي سيكون بعد ذلك، البحرين ليست مستعدة بالسياسة الحالية التي تستأثر فيها العائلة على مفاصل إدارة شؤون البلاد، العائلة الحاكمة، فتستبعد كل من هو كفء لتسنم مواقع إدارة السلطة سواء كانت السياسية أو القضائية أو التشريعية، لن يكون هناك تطورا ملحوظ، ستبقى الأمور على ما هي عليه، ستراهن السلطة على محاولة إقناع المجتمع الدولي بشراء الوقت وبإصدار هكذا بيانات التي تمتلئ بفعلنا وأصدرنا وقلنا وقمنا وقعدنا وأمرنا ونهينا. هذا لا يقدم ولا يؤخر في تغيير البحرين من مقبرة لحقوق الإنسان إلى مزرعة لحقوق الإنسان. الأمر الآخر، المشكلة ليس فيما هو متغير هنا في البحرين فحسب، نظرة المجتمع الدولي لملف حقوق الإنسان سيبقى دون المستوى، لأن المجتمع الدولي ذكي بما فيه الكفاية في معرفة جدية السلطات في احترام حقوق الإنسان من عدم جديتها، لأن المجتمع الدولي إذا لا زال يسمع وسيبقى يستمر وهو يسمع عن الانتهاكات التي تتنوع أشكالها. تخيلوا توقف القتل ولكن لا زال الطلاب المتفوقون
وجاءوا بنتائج عالية جدا ويستحقون بعثات للطب وما إلى ذلك، تستحدث طريقة ذكية بخبث حتى يقصون من حقهم، هذه جريمة في حق الإنسانية. احنا لا نتحدث عن القتل والجرح والاعتقال والحرمان من حق التعبير وما إلى ذلك. لن تتوقف الانتهاكات ولن يتطور واقع حقوق الإنسان إذا استمرت السلطة في المراهنة على أن تكون قدراتها وطاقاتها وإدارتها القضائية والسياسية والتشريعية التنفيذية والتشريعية جميعها من مكون العائلة الحاكمة، لن يبقى شيء، لأنها سيكون في أطار الاستئثار بالسلطة والثروة. شكرا جزيلا. مقبره